من 2002 آه. تمام فتحنا المصنع في 2009 آه. على مساحة 70 ألف متر مربع بينتج حوالي 60 ألف طن في السنة آه. الحمد لله مصدرين أكثر من 20 بلد أهمهم طبعاً الخليج خلينا نسأل حضرتك على نسبة الصادرات من إجمالي إنتاج المصنع ولأي أسواق يتم توجيهها حوالي 30% من إنتاج المصنع الحالي بيتم للتصدير وبنهدف إن شاء الله أن يكون منمى من, من 40-50% يكون من منطقته للتصدير بإذن الله اقوى الماركتس بالنسبه لنا حاليا هي الامارات الكويت بحرين يعني نقول معظم دول التعاون مركز التعاون يعني بلاس العراق وليبيا والسودان هل في اي نيه لزياده الطاقه الانتاجيه للمصنع مستقبلا وما هو المستهدف اجمالي الاستثمارات المقدر ضخها ايضا حاليا فعلا احنا بنطور المصنع وبنضيف بعض خطوط الانتاج عشان يعني نكوب مع